والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. مناسبة ديال الحملة الانتخابية اللي بدات بهذه الأيام بالنسبة لنا، وبعد الحشود الكبيرة اللي كتواجد معنا، وبعد الإقبال عند المواطنين والمواطنات والمناضلة والمناضلات ديالنا، وكيف شفتوا اليوم الحشود الكبيرة والاستقبال وحسن الاستقبال اللي لقينا من ساكنة ديال دوار شعوف، وقبل منه لقينا من دوار ولاد مسعود ولاد منصور من خليف لزيب من خليفة بريك، من دوار ديال ولاد محمود. من هذا المنبر هذا كنقول للناس يصوتوا على الحزب ديال التراكسو اللي هما كيوضعوا فيه الثقة ديالنا، اللي بغينا نوضعوا فيه الثقة ديالهم فيه، وهما راه كيعرفوا بعد هذه المدة هذه الفترة الوجيزة اللي قدينا فيها ديال 8 أشهر في الرئاسة على رأس جماعة واحد سيد إبراهيم، اللي شهدت الكثير من المنجزات اللي في هذا الوقت الوجيز اللي هما كيشهدوا وكيشهدوا المنجزات على أرض الواقع. هذا هو العمل اللي عملنا، وهاد الناس بالنسبة للمواطنين والمواطنات كيعترفوا به، واليوم لا خير دليل بأنهم خرجوا بهذا الكتافة وبهذا الاستقبال ديالهم، ولهم الشكر الجزيل. اليوم انا حسينا بان العمل ديالنا في هذه الوقيته راه ما ضاعش، وكنعاود ناكد ليهم بان احنا ديما غادي نكونوا في العمل لصالح الارض السعيده ولصالح المواطنين والمواطنات، وكنطلب منهم يعاودوا يجدوا الثقه ديالهم في الحزب ديال التراكسور ديال الجراء اللي هو حزب الاصاله والمعاصره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.